بكل فخر أقدم لكم NX، السيارة الجديدة كلياً والأكثر تطوراً. هذه السيارة كل شيء فيها بنظام إلكتروني، حتى مسكة الباب. أنت كقائد سيارة تقدر التحكم بجميع خلينا نقول الفيتشرز اللي موجودة، من شاشة، من خلينا نقول دقم موجودة هني تساعدك في أنك توصل لكل الاحتياجات اللي أنت تبيها. حجم الشاشة اللي تشوفونه أيضاً حلو بشغلة ثانية. بتقولوا لي شنو؟ بقول لكم هو الأربع كاميرات اللي موجودة. الميزة اللي بعدها هو نظام التحكم الراداري الديناميكي للسرعة. شنو يعني؟ يعني أنا أقدر أثبت سرعة السيارة في حال أن أنا سكت مثلاً في شارع مزدحم وأنا مثبتة السرعة والسيارة اللي قدامي خففت، راح تخفف، وإذا داست السيارة اللي قدامي بالسرعة راح ترد السيارة لي خلينا نقول النقطة أو السرعة اللي أنا ثبتها. الميزة الثانية هو نظام الخروج الآمن. شنو يعني؟ يعني إذا أنا جيت بطلع من السيارة وكان يم باب السيارة أحد يمشي أو قاعد يسوق الدراجة، الباب ما راح يتبطل إلى أن يمر هذا الشخص وبعدها نقدر نطلع من السيارة. يعني السيارة قاعد تحميني وتحمي غير. وفيها أيضا نظام تتبع المسار، يعني السيارة تمشي على مسار الشارع بدون تدخل السائق. إذا حاب تعرف أكثر عن لكسس NX 2022 الجديدة كليا، زورونا بمعارض لكسس.